كيف يقضي المصلي إذا فاتته التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة، وكذا إذا فاتته التكبيرة الثانية، وماذا يقرأ أثناء ذلك؟ يعتبر التكبيرة التي أدركها هي أول صلاته، كبر التكبيرة الأولى ويقرأ بعدها الفاتحة، والثانية يكبر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الثالثة يدعو للميت، الرابعة يسلم. فما أدركه مع الإمام هو أول صلاة الجنازة بالنسبة له، فإذا سلم الإمام يكمل التكبيرات الباقية عليه ويسلم، نعم مثل المسبوق تماما. نعم.